تعطينا الأرقام بالتوزيع، العدد الإجمالي التوزيع بالمناطق، أي منطقة أو أي قضاء اليوم زادت العدد أو زاد العدد فيه بشكل لافت؟ نعم، هنا في عنا شغلتين أساسيتين اليوم يعني بالأرقام، بقراءة الأرقام. أول شيء إذا بدي أطلع بالعالم، إذا بالعالم مشاهدينا في عندي لأول مرة الخميس مساء تخطت حالات الإصابة بكورونا حول العالم 500,000 إصابة، مثل ما عم نشوف 503,203، من أصلهم في عندي 22,340 وفاة، وفي عندي 121,227 بالنسبة للأشخاص اللي تم أو اللي شفيو. إذا بدي أطلع بلبنان بالمنحى الوبائي حسب العدد اليومي للإصابات، عم نشوف بالآونة الأخيرة كيف الأرقام كلها عم تتصاعد، وعم نشوف هذا الخط الرسم البياني اللي عم بيكون باتجاه التصاعد وصولا إلى الاقتراب من الخط العمودي. هيدي نقطة كتير مهمة، المحاولة حاليا بكسر هذه أو هذا المنحى التصاعدي بهذا الإطار، وبالتالي أن يكون هذا الخط أكثر استقرارا وصولا إلى بداية النزول لهذا الرسم البياني مع تسجيل اليوم 368 كعدد إجمالي. إذا بدي أطلع من جديد باتجاه آخر من خلال أيضا الأرقام اللي سجلت اليوم، منشوف بال الرسم البياني الآخر، منشوف أنه عندي 35 إصابة اليوم، 29 كانت بالأمس، 37 ما قبل الأمس، وبالتالي عم نشوف أنه هيدي الأرقام عم تتصاعد وصولا إذا بقي الوضع على ما هو عليه. مثل ما قلنا رح نوصل لحوالي 450 إصابة آخر الشهر، وممكن بشهر نيسان تتعدى بالتأكيد 1000 و1200 إصابة. مشان هيك العمل على تحديد الاستقرار الأساسي للأرقام بالنسبة إلى عدد الإصابات. رح نشوف هلأ الخريطة الأساسية بهيدا الإطار والتوزع حسب المناطق وحسب الأقضية. هون في ملاحظة أساسية، للمرة الأولى اليوم عم بصير في عندي تخطي من قبل قضاء المتن لمدينة أو لبيروت بالدرجة الأولى بالنسبة إلى الإصابات. بالمتن في عندي 65 إصابة، بالأمس كان في عندي 53 إصابة، يعني في عندي 12 إصابة زيادة اليوم بالمتن. أما ببيروت اللي هي بالمرتبة الثانية فهي 59 إصابة، كانت بالأمس 55 إصابة. مشان هيك عندي المتن هون باللون البني، باللون الأحمر عندي كسروان وبيروت. كسروان سجل 42 إصابة اليوم، ولا إصابة بكسروان كان مبارح، واليوم 42 إصابة بقيت على هيدا المعدل. بالنسبة إلى اللون البرتقالي جبيل وبعبدة، عندي جبيل 28 وبعبدة بالإضافة أكيد للضاحية الجنوبية 35 إصابة. إذا بنطلع ببقية المناطق باللون الأصفر بين 26 إصابة، يعني عند البترون بهيدا الإطار 10 إصابات، عند زغرتا، عند عكار. إذا بدي أطلع كمان باللون الأخضر اللي هو بين 1 و5 إصابات، عند الشوف، علي، صيدا، نبطية، سور، بنت جبيل، بعلبك، المنية الضنية، بشري كمان اليوم عم تاخد اللون الأخضر من بعد ما سجلت فيها كمان بعض الإصابات، وأيضا الكرة. باللون الأبيض ما في عندي ولا إصابة، زحلة، البقاع الغربي، رشية، حصبية، جزين، مرج عيون، وعندي أيضا الهرمل. إذن بدي ارجع انتقل هلا للنقطه الثانيه واللي هي توزع الحالات حسب الجنسيه. اللبنانيين 94%، 345 من اصل 368 هن لبنانيين، اما الباقيين في عندي بمصر، عندي كذلك الامر بسوري او سوريين ومصريين واثيوبيين هن من بعد اللبنانيين. باطار نقطه اخيره بعد فادي، يلا فرجونا بس اللي بعد، اعملوا معروف. اوكي، نسبة الالتزام بالاقفال عم نشوف انه عم تبقى تقريبا مثل ما هي او عم تدنى. الشمال 85%، عكار 85%، بعلبك الهرمل 95%، البقاع جبل لبنان 90%، البقاع 95%، والجنوب 90%، والنبطية 95%. بعد ما شهدنا ولا مرة حالات اقفال بتوصل لل 100%، على امل انه بالتعبئة العامة الجديدة الممددة وايضا بمنع التجول بالاوقات المحددة يكون هناك التزام 100% بمختلف الاقضية والمناطق اللبنانية.